أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن إحالة مشروع مجاري الحل الكبير إلى شركات بريطانية وعراقية وبقيمة تتجاوز 300 مليار دينار. وقال محافظ بابل حسن منديل خلال مؤتمر صحفي حضرته قناة زاكروس إن المرحلة الأولى من مشروع مجاري الحل الكبير تم إحالته إلى تجمع من شركات بريطانية وعراقية معتمدة عالميا. اليوم مشروع مجاري الحل الكبير إذا ما نفذ إن شاء الله تعالى ونزل على أرض الواقع سيقدم خدمة كبيرة إلى مجموعة من المواطنين تقدر أعدادهم بأكثر من 500,000 شخص في مركز مدينة الحلة، وهو كمرحلة أولى قيمة العقد كانت 297 مليار دينار عراقي، تم إحالته في عام 2019 أواخر 2019، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعاناة كبيرة تم اليوم وضع الصيغة النهائية لهذا العقد مع ممثلي شركة الاحتفاد. وإن شاء الله تعالى أوعدونا بأنه هذا العقد وهذه الشركة ستكون محل للتنفيذ ومحل لحسن النية، باعتبار أنه الكثير شكك وروج لأنه المشروع لن يمضي أو هنالك مشاكل مع الشركة. إن شاء الله تعالى ما نلمس من هذه الشركة ستكون هنالك جدية بإذن الله تعالى من أجل تنفيذ مشروع مجاري الحل الكبير، باعتبار أيضا لدينا مرحلة أخرى هي المرحلة الثانية من الشبكات لمشروع مجاري الحل الكبير المرحلة الثانية. أهم المشاريع هو هذا اللي نتحدث عنه اللي يمتد من شارع النجف ومنطقة شارع 30 وشارع 60 باتجاه شارع 80 وينتهي بشارع الطهمازية كمرحلة أولى الآن، اللي هي مرحلة أولى، والمرحلة الثانية تمتد إلى الصوب الصغير أيضا بمساحات كبيرة جدا كبيرة. أهم المشاريع التي ممكن أن تؤثر وتنقذ مركز مدينة الحلة هو مشروع المجاري، وهي المشكلة والعقبة الكبيرة جدا كبيرة في محافظة بابل. أهم مشروعين مشروع مجاري الحل الكبير المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.